في المبادرات المتعددة ذات الطابع الاجتماعي والرعاية الخاصة التي ما فتئت سموها تليها للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً لاسيما الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة سعيدة تتقدم أسرة قناة العيون بأحر التهاني لسمو الأميرة وكافة الأسرة الملكية. في موضوع في شان التربوي وبإقليم أسزاك، تم تنظيم مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. العملية تمت في ظروف جيدة يطبعها الهدوء والمسؤولية حسب المترشحين ونيابة الإقليم. في المتابعة حجة بتامك ومحمود الطويف. ثلاث مراكز خصصت لعدد من المترشحين والمترشحات لاجتياز المباراة الوطنية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وقد مرت هذه العملية حسب رأي المترشحين في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، وأسئلة الامتحان كانت في المتناول. يوم خطيت الامتحان ديال السلك الإعدادي الثانوي، الأمور دازت، الامتحان داز اليوم زين، وهذا اول مره يعطونا النوبه نخطو في المكان ديالنا في بلادنا، ما نمشيو الى البلاد الثاني، والاجواء دازت زينه والامتحان كان في المتناول. التميز انه الامتحانات اللي دوزناها تخطات في النيابات، يعني اي واحد خط امتحان في النيابه المخصصه، وهذا امتياز في حد ذاته، يعفيك من السفر ويعفيك من مجموعه من الامور، مجموعه من صراحه الاشكاليات التي سيقع فيها الانسان بحكم الطريق، بحكم السكن، بحكم ان كان الانسان يسافر لمناطق اخرى يدوز فيها الامتحان، يمكن ما في السفر يجي الانسان متعب. وقد سخرت نيابة إقليم أسزاك كافة التدابير والوسائل اللوجستيكية لضمان سير هذه العملية التربوية في ظروف ملائمة وجيدة. تجري في هذه النيابة مباريات دخول المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما هو الشأن بالنسبة لجميع النيابات بالجهة وبالصعيد الوطني. وخصصت لهذه الغاية ثلاث مراكز، مركز ثانوي عقبة التأهيلية يجتاز في الامتحان الثانوي التأهيلي، ومركز الثانوي الإعدادي على الفاسي يجتاز به المترشحون للمستوى الإعدادي، ومدرسة 19 مايل الابتدائية تحتضن المترشحين في السلك الابتدائي. الحمد لله كانت الأمور وكانت الوضعية جيدة، بحيث انطلقت العملية في أحسن الظروف وفي الوقت المناسب، وما شكلش بالنسبة لحضور المترشحين كان حضور متميز، النسبة ديال 90% تقريبا، ومرت الأمور الحمد لله بخير وعلى خير. وتجدر الإشارة إلى أن على صعيد نيابة إقليم أسزاك بلغ عدد المترشحين لاجتياز مباريات دخول المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمختلف المسالك 484 مترشح ومترشحة. في الشأن التربوي، دائما نظمت المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة وادي الذهب الكويرة فرع اتحاد العمل النسائي بالجهة بتعاون مع النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالداخل، نظموا الملتقى الجهوي الخامس تحت شعار جميعا من أجل مدرسة بدون عنف. وقد عرف اللقاء تنظيم ورشات قاربت مختلف جوانب ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وسبل الكفيلة للحد منها. المزيد في ريبورتاج عياد سرتي، غالي الجارحي ومحمد يداس. ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ناقوس خطر، دقه المتدخلون خلال هذا اللقاء حول الموضوع والذي بات يستقطب اهتمام الفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي، نظرا للتأثير السلبي للعنف على السير العادي للعمل بالمؤسسات التعليمية وعملية التحصيل العلمي، الأمر الذي يستدعي توسيع دائرة النقاش لدراسة وتحليل أسباب وآثار هذه الظاهرة والتوعية بمدى خطورتها. هذا الملتقى الذي نأمل إن شاء الله بأن نعالج ظاهرة العنف
وأن نبرز مظاهرها وأن نخرج مجموعة من المقترحات ومجموعة من التوصيات للحد من انتشار هذه الظاهرة المجتمعية. الهدف من تنظيم هذا الملتقى من أجل تحسيس كل المؤسسات التعليمية وكل الأسر وكل ما هو متداخل في الإطار التربوي من أجل الحد من ظاهرة العنف، ولأن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة داخل المؤسسات نظرا لأن هذه الظاهرة لها تأثير كبير على التحصيل الدراسي للتلميذ. المشاركون في هذا اللقاء ركزوا في مداخلاتهم على الدور المحوري للأسرة والأطر التربوية في التحسيس والتوعية بخطورة العنف كسلوك منبوذ عموما وداخل المؤسسات التعليمية على وجه الخصوص. الجانب الحقوقي كان حاضرا من خلال استعراض أهم مضامين اتفاقيات حقوق الطفل في هذا المجال، كما تمت الدعوة إلى تضافر كل الجهود لتفعيل آليات ناجعة للحد من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. انطلاقا من أن كل مجتمع تبنيه قيمه، فإن المؤسسات التعليمية تحرص على إرساء قيم السلوك المدني من أجل وضع حد لظاهرة العنف بالوسط المدرسي الذي يعتبر المركز الجهوي لرصد ومناهضة العنف بالوسط المدرسي من أهم آلياته على مستوى قطاع التربية والتكوين. تناول هذا الموضوع في هذه الندوة اليوم هو يحاول الإحاطة بهذا المشكل والوقوف على حجم العنف الممارس داخل المؤسسات والأسباب الكامنة وراءه والمقاربة لتجاوزه، المقاربة الممكنة لتجاوزه ومحاولة الحد منه. جميعا من أجل مدرسة بدون عنف، شعار سعى المنظمون لبلورته ورشاة عمل على هامش الملتقى في إطار برنامج تقوية لتكثيف الجهود وفق مقاربة تشاركية تروم تسليط الضوء على الظاهرة والبحث عن الحلول الناجعة للحد منها. نبقى في الشأن التربوي، حيث عقدت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببجدور ندوة صحفية للإطلاع الرأي العام المحلي والجهوي على التدابير المتخذة للنهوض بالقطاع التعليمي. في المتابعة العلي حميد ومحمد شارة. إكراهات الدخول المدرسي والإجراءات المتخذة للتغلب عليها، العمليات المساهمة في سلاسة الدخول المدرسي، محاور من بين أخر تم تداولها خلال هذه الندوة الصحفية التي عرفت حضورا مكثفا من طرف الصحافة الوطنية. ندوة تم خلالها تقديم عرض مفصل حول مؤشرات الدخول المدرسي لجهة بوجدور، كما تمت الإشارة إلى إنشاء قسم الإدماج لذوي الاحتياجات الخاصة. هاد البادرة هادي إن شاء الله كنتمنوا أنها تتبعها مبادرة أخرى، يعني تتروم للتعريف والانفتاح على يعني المجتمع المدني من خلال تقديم المعطيات ومن خلال تعطيم الإحصائيات والوضع ديال التعليم داخل نيابة ديال بوجدور. يهمنا في هذا اللقاء وهو الوقوف على مجموعة من 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 المعطيات. أولا هناك خصاص في الموارد البشرية خاصة بعد المستويات كالتعليم الإعدادي والثانوي، هناك خصاص في بعد الموارد البشرية، ثم نقص في بعض التجهيزات بعض المؤسسات التي تعمل النيابة جاهدة للحصول عليها. سيقيم واحد القسم ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، وهذه اول بادره في الاقليم اللي ما كانتش طبعا في الاقليم، وهذا والاقليم في حاجه لبحال هذه البادرات، هذه البادره الطيبه التي ابلت بلاء حسنا. ويبقى الهدف الاسمى من هذه الندوه الصحفيه هو اطلاع الراي العام المحلي والجهوي والوطني على المبادرات والتدابير المتخذه في اطار استراتيجيه عمل النيابه من اجل تحقيق الاهداف المسطره للنهوض بقطاع التعليم. في موضوع آخر، عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للطرف اجتماعا لها خصص لتدارس مبدأ الالتقائية كمفهوم جديد لإنجاح مختلف المشاريع المنبثقة عن المبادرة ومساهمة عدد من المتداخلين في تلك المشاريع. الاجتماع ترأس عامل الإقليم وعرف حضور أعضاء اللجنة. سلك رحال وعبد الله المحمودي.
الالتقائية مفهوم جديد يمثل إطارا لتنسيق السياسات ومؤشرا أساسيا في إطار التعاقد مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل هذا المبدأ الذي يعني أيضا توحيد الجهود جهود مختلف المتدخلين لإنجاح البرامج القطاعية والمشاريع المحلية. الأمر يتعلق بالالتقائية في مفهومها الجديد لالتقائية بين مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقطاعات الدولة. الغرض منها هو توحيد الجهود واستثمار كل المبادرات المحلية وتجميعها من أجل دعم التنمية المحلية الشاملة ككل. وعند تفعيل هذا البرنامج الطموح سيتم توزيع بطائق موحدة تتضمن رأي القطاعات المعنية في مختلف المشاريع ومعايير لتقييم مشاريع المبادرات الوطنية للتنمية البشرية قبل اختيارها من طرف اللجنة المحلية والإقليمية. نبقى بطرفي وطبيا هذه المرة، حيث اختتمت بها اليوم الحملة الطبية الكبرى والتي اشرف عليها أطباء ودكاترة مختصون قادمون من مستشفيات جامعية تميزت بإجراء فحوصات دقيقة وعمليات جراحية متطورة. عودة مع سلك رحال وعبد الله المحمودي. اللقاء تواصلي ختامي للمشرفين على الحملة الطبية بمدينة الطرفاية من أجل تدارس النتائج الإيجابية لها من حيث عدد الحالات التي تم تلقيها والعمليات الجراحية التي تم القيام بها والآثار الجيدة لها على المستوى المحلي. هذه الحملة الطبية تواصلت مزيان مع السكينة ديال الطرفاية وعطات واحد الخدمات طبية مستوى عالي متخصص عالي، بالإضافة إلى الكشف السريري هناك مسائل متخصصة بالنسبة للمنظار الديجستيف، بالنسبة للقلب فحص بالصدى، بالنسبة للأطفال، بالنسبة لعدة تخصصات. كان تقريبا واحد الطاقم طبي من جميع الاختصاصات وتكون تقريبا واحد أكثر ما يزيد على 50 طبيب في شتى الاختصاصات، وهاد المشاركة هي مشاركة تكاملية، يعني كاين أمراض الأطفال، أمراض النساء، القلب، وكاين الاختصاص اللي كنتكلف به أنا هو اختصاص الجراحة العامة. كاين عندنا واحد الوحدة متنقلة، هو مركب جراحي كامل وكان يمكن لنا نديروا فيه العمليات الجراحية، فمثلا كاين جرينا تقريبا واحد 28 عملية جراحية. وفي ختام هذا الحفل تم توزيع هدايا رمزية على الأطر الطبية التي أشرفت على الحملة الطبية التي شهدتها مدينة الطرفاية على مدى 3 أيام، كما تم توزيع شهادات تقديرية عرفانا من السلطات المحلية إثر الصدى الطيب الذي خلفته الحملة الطبية في نفوس الساكنة. قضيا تم بطاطا تنصيب السيد عثمان الخضري رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائية بطاطا خلال حفل تميز بحضور عامل الإقليم والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير والوكيل العام لمحكمة الاستئناف. وقد تميز الحفل أيضا بتسمية مجموعة من القضاة الجدد. وموافقة الجناب الشريف أسماه الله ومعنى السيد وكيل الملك مصرح بأن السادة رياضيا، انهزم فريق شباب المسيرة عشية اليوم أمام نادي مولودية وجدة بهدف دون مقابل في مباراة دارت رحالها بملعب مولاي رشيد بمدينة العيون، وذلك برسم الجولة الثانية من بطولة القسم الوطني الثاني للنخبة. أحمد هبان وأبو جمعة الزاوي حضر هذه المباراة وعاد لنا بالروبورتاج التالي. تجري الرياح بما لا تشتهي سفينة فريق شباب المسيرة، فبعد انتصار في أولى الدورات خارج الديار استشف المحبون والأنصار خيرا في قادم الدورات. ثاني مباريات فارس الصحراء جمعت بفريق يشاطر نفس أم سعود والعودة إلى قسم المحترفين الموسم القادم. نادي مولودية وجدة النصف الأول من المباراة سيعرف ضغط المحليين بغية فك سفرة دفاع الوجديين، حيث كانوا قريبين من مغازلة شباك الضيوف في أكثر من محاولة. حسن زبيد كاد يبلغ المراد عبر ضربة خطأين ثابتة، لكن العارضة تشير ورقة الربط في وجه كرتها لينتهي الشوط الأول على إيقاع البياض.
خلال الجولة الثانية فريق مولودية وجدة سيتحرر من ضغط المحليين وسيحاول بدوري الوصول إلى عرين فريق شباب المسيرة، وهو ما سيتأتى له عن طريق اللاعب أحمد الخراشي في الدقيقة 75 بهدف استقر عليه عدد المباراة النهائية رغم النقص العددي في صفوف مولودية وجدة بعد طرد أحد لاعبيها بسبب جمعي الإنذارين. وثلاثة نقاط ثمينة لفريق مولودية وجدة بعيدا عن الأنصار وعن الديار. الحمد لله، يعني تلقوا بوا من 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 مدينة العيون، يعني ماشي سهلة ضد فريق اللي حققنا الانتصار خارج الميدان، وهذه كرة القدم، يعني تقدر تربح خارج الميدان، تقدر تخسر في بلادك. وكنهني تا فريق شباب الحسيمة اللي شباب المسيرة. أول حاجة تنشكر اللاعبين على المجهود اللي قدموه في هذه المباراة، خصوصا أنا جات في مجرى الارتكاز اللي كنا مقامحين ليه. كنا حاولنا أننا ندومينيو الماتش ونشدوا الكرة ونستحوذوا على الكرة أكثر من الخصم، أتنا لذلك في الشوط الأول كنا قريبين نسجلوا الهدف، وش نقول لك جانا الهدف بكرة ثابتة اللي ما كناش مركزين بما فيه الكفاية. هذا يلا ماتش الثاني في البطولة الوطنية ماشي نهاية العالم. هزيمة أولى لفريق شباب المسيرة في ثاني ظهور لها تطرح أكثر من علامة استفهام حول أداء الفريق في مستقبل الأيام. آخر مستجدات الأقاليم الجنوبية من خلال الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الاثنين في تقرير لمحمد الفرس. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية الصباح، والتي كتبت في صفحتها الأولى: نجح أمن غليمين في إفشال مخطط لزعزعة استقرار بوابة الصحراء بعد اعتقال يوم أمس السبت عناصر ميليشيا شبه عسكرية كانت تنسق مع جبهة البوليساريو لشن هجوم بقذائف على مصالح أمنية بالمنطقة. وأبرزت جريدة الصباح بأن التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية بغليميم خلصت لأن العناصر التي كانت وراء هذا المخطط لها اتصالات مباشرة مع جهات خارجية ترغب في إثارة الفوضى في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وبخصوص ما كتب عن الأقاليم الجنوبية دائما في الصحف الصادرة يوم غد الاثنين، كتبت يومية الأخبار في صفحتها الأولى: قررت استنافية أكادير تأييد قرار الإدانة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بغليميم في حق 6 أشخاص متابعين على خلفية أحداث يوم 7 من غشت الماضي، والتي تسببوا فيها خلال تنظيم مباراة لدوري رمضان في كرة القدم بمدينة غليميم. نختم جولتنا الصحفية من يومية المساء، والتي جاء فيها: تنظم شبكة الصناعة التقليدية بالمغرب الدورة 5 لدار المعلمة بمدينة العيون خلال الفترة ما بين فاتح وسادس نوفمبر المقبل. وذكرت المساء في تفاصيل الخبر بأن هذه التظاهرة ستعرف مشاركة 150 صانعة تقليدية يمثلن مختلف جهات المملكة وعدة بلدان إفريقية. صور نهاية النشرة تنقلنا إلى مدينة طرفاية، حيث استقبلت يوم أمس المشاركون في اللحاق الجوي فرنسا تولوز سان لوي. Thank you.
انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم حمدي والمبارك والبيش الفقيد ينتمي لقبيلة يقوت البلاعيد. غمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. نختم ونشر بورقة أحوال الطقس المرتقبة اليوم غد الاثنين. الأجواء ستكون مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب، الرياح ستهب ضعيفة إلى معتدلة محليا من القطاع الشمالي عموما، ودرجات الحرارة خلال النهار ستعرف انخفاضا طفيفا مع احتمال هبوب زوابع رملية. فيما يخص درجات الحرارة ستتراوح الدنيا ما بين 18 درجة بسيديفي و27 درجة بأوسرد. بينما ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 38 درجة بأوسرد وقديميم و26 درجة بسيديفي. حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر هادئاً إلى قليل الهيجان شمال الداخلة وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الداخلة. شروق الشمس بمدينة العيون سيكون بحول الله على الساعة 7 صباحاً و47 دقيقة وغروبه على الساعة 7 مساءً و36 دقيقة. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة ستصل إلى 28 درجة برباط، 44 درجة بنواكشوط، 42 درجة بنواذيبو، 34 درجة بباماكو، 42 درجة بأطار، 41 درجة بتوذني، 39 درجة بزويرات، 40 درجة بالرابوني، و35 درجة بتندوف. نهاية هذه النشرة، ونذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعة على موقعين على الأنترنت snrtip.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية focus.com. ويمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. وتلتقونا غدا مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. شكرا لكم أينما كنتم وفي أمان الله.